وكل باسمه وجميلي واسمه، فمن كان له تعليق، إضافة، استفسار، تصويب فليتفضل مع التنبيه إلى ضرورة التقيد بالإجازة والاختصار. تفضل سيدي. السلام عليكم، صباح الخير. أنا عندي تعقيب بسيط، تعقيب بسيط الحقيقة. ما أثير اليوم فيما يتعلق بالتحكيم أو مجالس العقلاء كما يطلق عليه هنا في الجزائر، عندنا هناك نظير لها في ليبيا تسمى مجالس الحكماء، وهذه لعبت دور كبير خاصة في الأحداث الأخيرة في ليبيا، وعملت على رأب الصدع في كثير من ما يحصل في ليبيا الحقيقة. أيضا كان قبل ذلك هناك قانون ينص على أن فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإلى آخر ما هنالك، كان هناك نص يقضي بوجوب عرض النزاع على لجان خاصة بالتوفيق والتحكيم، هكذا تسمى لجان التوفيق والتحكيم، ولا تقبل الدعوة في قضايا الأحوال الشخصية إلا بعد البت فيها من هذه اللجان، يعتبر شرط قبول. شكرا لكم. تقصد نصا قانونيا سيدي الفاضل، نص قانوني يحيل على هذه اللجان المتوجهة؟ نعم، كان هناك نصا قانونيا يلزم المحاكم لا تقبل الدعوة في هذا المجال إلا بعد عرضها على هذه اللجان والبت فيها، يعني كان شرط قبول الدعوة، كان هذا الشرط. شكرا. جزاك الله خير. عفو. هل من استفسار آخر؟ إضافة؟ تفضلي أستاذة بركات. صباح الخير عليكم. أولا أرحب بزملائي الأساتذة المتدخلين في هذه الصبيحة، وأرحب بالضيوف الكرام. استفساري موجه للأساتذة المتدخلات بمجال السلطة التحكيمية المخولة لسلطات الضبط المستقلة، والزميلات أثرنا مسألة خصوصية السلطة التحكيمية أو التحكيم في هذا المجال، وأغفلنا على ذكر خصوصية أساسية في التحكيم في هذه السلطات، وهي غياب عنصر جوهري في عملية التحكيم، وهو مبدأ السلطان إرادة الأطراف. هذا الغياب هو الذي يعطي الطابع الخصوصي للتحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة. النقطة الأساسية الأخرى التي أثرناها في هذه الصبيحة أن التحكيم أمام هذه السلطات لا يعد أن يكون مثله مثل بقية إجراءات الإدارية وإجراءات الصلح الأخرى، فإنه يقترب أكثر من الصلح، أكثر منه إلى التحكيم، مما يجعل منه قريب جدا إلى إجراءات الصلح أو الإجراءات الإدارية الأخرى، الصلح أو أي طريق بديل آخر، وليس تحكيما بأتم معنى الكلمة، حتى وإن كان المشرع قد وصفه وكيفه أنه تحكيم، لأن الأطراف ليسوا أحرار في اللجوء إلى هذا الوسيلة، وإنما يجدون أنفسهم عبارة عن إجراء أولي قبل المباشرة في حل النزاع أمام هذه السلطة، يجدون أنفسهم في هذا الإجراء. شكراً أستاذة. هل من تفضل سيدي دكتور جامعة البويرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر كل المتدخلين اللي كانوا في الحقيقة 5 مداخلات قيمة وليست 4، لأنه أسمي تدخل السيدة رئيسة مداخلة يعني قيمة أيضا. أنا استفسار وليس سؤال، وأخص بالذكر زميلي المحترم الأستاذ الدكتور عيساوي محمد، وكنا تناقشنا عليه ولازلت لست قانعا، يعني التحكيم في المجال التجاري الدولي نسموه باللي هو حافز للمستثمر، نقول له روح تستثمر وسوف لن تخضع في نزاعاتك للقضاء الوطني، لأنه متخوف من القضاء الوطني تاعنا.
نروحوا نحكموا في الخارج دولة المنشأ مثل ما فهميت ويجي ينفذ في دولة التنفيذ اللي هي الجزائر ما يقدرش ينفذ إلا لزاد رجاء للقضاء الوطني يطيل الصيغة التنفيذية. يعني الشيء اللي قلنا له بلي أنا نهربوك عليه راح باش ينفذ نعود الرجاء عليه. نتمنى أن تعطيلي توضيحات وهو سؤال بريء فقط لأنه استفسار أريد أن أفهمه جيدا. يعني ريبلوت صاروا في عمام هربنا من القضاء الوطني لكن باش ينفذ لازم القاضي الوطني اللي مدلو التصديق. فأرجو تفسير وشكرا لكم. العفو سيدي. تفضل سيد دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ شباص في جامعة بلعباس. عندي فقط تعليق على الاستفسار اللي طرحه الأستاذ من قبلي. بكل تأكيد زميلي المحترم لازم أنه يرجع للدولة باش يدي صيغة تنفيذية لأن الدولة هي التي تحتكر سلطات الإكراه وهذا من المبادئ نتاع السيادة الوطنية. ما نجموش نعطوا التنفيذ هو عبارة عن تنفيذ جبري تنفيذ نتاع إكراه والدولة تحتكر سلطة الإكراه ولا يمكن استعمال الإكراه دون المرور على السلطة الوطنية. هذا ملاحظ. شكرا على هذه اللطيفة الإضافية. دكتورة من جامعة تيزي وزو. السلام عليكم. فقط سأقدم تعليق على التساؤل اللي طرحه زميلي بالنسبة لفكرة منح للمستثمر الأجنبي حق اللجوء إلى تسوية النزاعات بآلية التحكيم التجاري الدولي. هي في الحقيقة هي وسيلة لتحفيز هذا المستثمرين. فإذا انصرفت إرادة المتنازعين للجوء إلى التحكيم التجاري الدولي معنى ذلك أنهم استبعدوا تحكيم القضاء الوطني ولجوءهم إلى القضاء الوطني من أجل مهر الحكم الذي يصدر عن الهيئة التحكيمية بالصيغة التنفيذية هذا لا يعني أن القضاء الوطني سيعتبر كجهة للحكم يعني درجة ثانية. تبقى أنه عبارة عن إجراء شكلي لتنفيذ الحكم التحكيمي ورجوع إلى القضاء الوطني قد من أجل مهر الحكم بالصيغة التنفيذية انتقد من طرف الفقه كثيرا والقضاء وكذا وعدة باحثين في هذا المجال على أساس أنه إذا أحلنا هؤلاء المتنازعين إلى القضاء الوطني يعني أننا حرمناهم من تلك الإرادة التي كانت عدم الامتثال أمام القضاء الوطني وإعادة إرجاعهم إلى القضاء الوطني للتنفيذ معنى أنه يمكن أن يكونوا أمام حالة إعادة النظر في النزاع. لكن في الحقيقة أنه الإمهار الصيغة التنفيذية عبارة عن إجراء يتعرض له الحكم التحكيمي مثل الحكم اللي يصدر عن القضاء الوطني لأنه تنازل السلطة أو الدولة عن هذا الاختصاص في التقاضي لصالح هيئات مختصة على أساس أنه الهيئة هذه اختارها المتنازعين لأنهم يروا فيها ثقة وأمان وكذا لا يعني أنه هذه السلطة ستتنازل وتتنصل عن كل حقوقها بصفة مطلقة. يبقى أنها تتدخل فيها في مرحلة التنفيذ حتى تضمن قواعد العدالة المفروض تتحقق والتحكيم مثل أو هيئة التحكيمية مثل هيئة القضائية يمكن تكون في خطأ في الإجراءات وبالتالي أكيد أنه عندما نرجع إلى القضاء الوطني من أجل التنفيذ ما ناش رح نعتبرها كهيئة تقاضي درجة ثانية ولكن هي من أجل رقابة وتتدخل بصفتها شكرا. أعتذر عن المقاطعة. استسمحك عذرا سيدتي احترام فقط الوقت. تفضل سيد الدكتور باختصار. شكرا سيد الرئيس والصباح سعيد. محمد أطويف جامعة ابن زهر أكادير المغرب. طبعا كل مداخلات هذه الصبيحة تطرقت إلى آلية التحكيم وبالتالي أصبح التحكيم كقضاء أصيل العولمة. لماذا قضاء أصيل العولمة؟ لأنه يلائم ويناسب حاجات التجارة الدولية حاجات الملائمة في طرح هذه النزاعات. طبعا التساؤل الأول حول إشكالية الأستاذ عيساوي محمد حول إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية. هنا ما هي حالات التي يمكن اعتبارها في على ضوء القانون الجزائري 08/09 أنه يكون ذلك الحكم التحكيمي الصادر عن بلد المنشأ
يعتبر في طار رغم أنه باطل هل يصح تطبيقه على مستوى البلد التنفيذ أي هنا الجزائر؟ النقطة الأولى خصوص الأستاذ آخر شيء إلهام في طار الاختصاص التحكيمي لجنة الضبط الكهرباء والغاز، هل يأخذ هنا الأطراف مبدأ الاختصاص بالاختصاص؟ مدى أخذ بمبدأ الاختصاص اختصاص، وما هي الحالات التي يمكن أن يتعارض ذلك مع آليات سواء النظام العام أو إلى آخره في طار التطبيق؟ ثم النقطة الأخيرة حول الأستاذ كريم تعويل ميت حول حتمية إعادة النظر في القواعد المنظمة التحكيم الداخلي في قانون الجزائري. هنا التساؤل، هناك يعني قمتم بسرورة تاريخة حول تطور هذا التحكيم، لكن التساؤل هنا في هذه الحتمية هناك ضرورات، لكن هل هذه المراجعة هي نابعة عن خصوصية يعني البيئة، البيئة يعني المعاملاتية في إطار داخلية في إطار يعني المتقاضين أو الأطراف الجزائريين؟ ثم هل هذه إعادة النظر على مستويين، الشكلي أم الإجراء الموضوعي، أم أن هناك يعني على مستوى ككل في إطار إعادة النظر؟ وشكرا. العفو، إذا كان هناك أسئلة من طرف طلبتنا لكم حصة، لكم نصيب من الأسئلة، خاصة إطارات شركة سنان غاز، أرمقهم من بعيد وهم من خيرة طلبتنا، بضاعتنا ردت إلينا، راهم من خيرة الطلبة أن إطارت بالشركة. هل لكم من أسئلة؟ تفضل طالب دكتورة أحوال شخصية أعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود فقط شكر جامعة بجاية على تنظيمها مثل هذه الملتقيات العلمية التي تصب أساسا في تطوير البحث العلمي والأكاديمي. أما تدخلي فقط ليس سؤال، وددت كثيرا ومتأسف جدا في هذا اليوم أن يتطرق المتدخلون إلى موضوع أو ملتقى خاص بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، ولم أجد خلال تفحصي لقائمة المتدخلين متدخل يتدخل بمداخلة تحت عنوان أو بظهور أشكال جديدة من الوساطة والتحكيم، وهي الوساطة والتحكيم الإلكتروني. إذن تأسفت شديدا لعدم وجود أي متدخل يتطرق إلى هذه المواضيع، خاصة وأنها مواضيع الساعة، مواضيع حيوية جدا، ذلك لوجود معاملات إلكترونية وتجارة إلكترونية إلى آخر ذلك. فوددت كثيرا لو كان هناك متدخل في هذا الشأن، وشكرا. عفو، إذن أجيبك مباشرة. هذه المحاضرة كانت أسندت للدكتورة حمدوش من جامعة تيزي وزو، لكنها غابت لظرف معين. تفضل سيدي باختصار. شكرا سيدي الرئيسة. عندي تدخل فقط، أضم صوتي لصوت الأستاذ عيسوي محمد والأستاذة من جامعة الدكتورة من جامعة تيزي وزو بخصوص التساؤل الذي طرحه الأستاذ حمودي ناصر. أنا أضم صوتي الإجابة باش يكون يقتنع إلى حد ما أن الحكم الصادر في المتعلق بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي، أقول أنه حكم كاشف، هو حكم كاشف ولا يمس بأصل الحق الذي فصلت فيه الهيئة التحكيمية في بلد المنشأ. وبالتالي أظن أنه هذا الإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يعتبر يعني عائقا في وجه المستثمرين الأجانب، وشكرا. شكرا سيدي. هل من استفسار أو إضافة أو تعقيب؟ أين تفضلي سيدتي. السلام عليكم. زلت اللاون استاذه حسين من جامعه تيزي وزو. رابيدمون دو رمارك سي فو بيرميتي، اون بور تعويل تا اون بور مسيو عيساوي. عندما نقول بان التحكيم عرف عندنا تجمع تي تو، يفو با اوبليي كو لا جوستيس ايتاتيك ا ايتي est né avec la naissance de l'État moderne. Donc c'est tout à fait normal. Il fallait trouver un moyen de régler leurs différends. Le deuxième point, l'Oustad Issaoui, n'chatro fi l'moudakhal ta'o, wa l'ijabat l'Oustad Hammoudi, fi ma yakhoss
فيما يخص سبب عدم الأخذ ببطلان الحكم في بلد المنشأ أمام القاضي قاضي التنفيذ، الجواب يعني حمودي سامبل. Le code de procédure civile algérien stipule que le juge algérien, pour apposer l'exéquature et donner يعني, la force obligatoire à la sentence, يجب أن لا يكون حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي بالمفهوم الجزائري. أنا إذا كان الحكم بطل في فرنسا على أساس النظام العام الدولي بالمفهوم الفرنسي، شغلهم. لماذا؟ لأن النظام العام في فرنسا ولا النظام العام في بلجيكا ولا في مصر ولا في السعودية ولا في المغرب يختلف عن النظام بالمفهوم الجزائري. كل دولة على بالكم كاع النظام العام مفهوم لين ديفيسيل سيرني، هذا هو. دونك يمكن أن يكون يعني محتويات الحكم في 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 فرنسا يتنافى مع النظام التحول ويبطل، أما في الجزائر فهو مقبول. فهمتك؟ الحالة العكسية مقبولة كذلك، يمكن في الجزائر أن يبطل وينفذ في فرنسا لأنه لا يتنافى النظام العام الفرنسي. وهذا يعني اسمحوا لي سوف تكون لي يعني مداخلة في هذا الموضوع، أننا وضعنا قانون إجراءات جزائي قانون إجراءات مدنية وإدارية جديد. المشرع الجزائري نظم التحكيم، ولا وافق الأستاذ تعويلت عندما يقول بأن المشرع الجزائري لا يميز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي الدولي، وإنما إلى كوبيي les dispositions du code de procédure civile français. Il a distingué entre les deux. لماذا نظم في فصول التحكيم؟ لأنه يعطي للأطراف في اتفاقية التحكيم إذا أرادت أن تختار القانون الجزائري لتنظيم الإجراءات أن يعتمد عليها، ولكن عندما يكون التحكيم دولي فإن الفصل الخاص بالتحكيم الخاص بالتحكيم التجاري الدولي هو الذي يطبق، وإذا لم يأخذ الأطراف ولم يختاروا القانون الجزائري فلا ننظر في الفصول التي ذكرتها. وشكرا سيدتي. شكرا، بارك الله فيك أستاذة. تفضل لها. إطار استجاب لطلب إطار في شركة سونالغاز. السلام عليكم. الزوف الأول، أولا باسمي وباسم إطارات الشركة نشكر تقدم بجزيل الشكر لعمادة الجامعة، سيما وأننا أغلبية الأساتذة الأفاضل سبق وأن درسنا مع بعض في جامعة تيزي وزو. أما في بالنسبة للزملاء الحضور من إطارات القانونيين هم أغلبهم خريجي جامعة عبد الرحمن ميرا، وهم ممتنون لكم في هذه الاستضافة. سيدتي الرئيسة، بالنسبة ل قطاع الكهرباء والغاز هو قطاع ما زالت تحتكره الدولة فعليا، بالرغم من إصدار قانون 02/01 الذي فتح مجال استثمار في مجال إنتاج الكهرباء ونقله، إلا أن ما زال يعمل بقانون 85/07 الذي كان كراسة وما يتضمن مفهوم احتكار، وهذا إلى غاية إجراء إلى غاية إصدار قوانين أخرى تفتح المجال بصفة كاملة. بالنسبة للنزاعات التي تسمح لنا بمناقشة وإثارة القضايا فيما يخص هذا القطاع، فأقول فقط سيدتي الرئيسة وأساتذة الأفاضل بأنه لم يسمح لظروف سياسية تعرفها البلاد للمستثمرين الخواص أو الأجانب في دخول سوق إنتاج الكهرباء والغاز إلى غاية نهار اليوم، بالرغم من صدور قانون خاص في 21 أبريل 2009 يسمح باستغلال الشبكة الكهربائية والغازية. فقط
هذه ليست مداخلة أو كتعقيب، وإنما يعني نقدم الشكر في الاستضافة لهذا المجال. شكرا ولكم مثله، جزاك الله خيرا. السيد الفاضل كان تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب عيسى سمسار، السنة الثانية علوم قانونية جامعة بجاية. أولا لا يفوتني أن أشكر كل من حضر وحضر وحاضر في هذا الملتقى الرائع، وما أحوجنا إلى مثل هذه الملتقيات التي تضع اليد على الجرح. ولقد تكرم أستاذي تعويلت بأن أشفغ ليلي حينما تحدث عن جماعات الصلح وعن تلك الزبدة في المجتمع التي كانت تمثل مرجعية اجتماعية سياسية أسرية اقتصادية، كانت تلعب كل الأدوار ثم طمست بهذه الطريقة أو تلك. وانطلاقا من هذا فإنني أذكر بمثال أعطاه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله حينما تحدث عن القاعدة القانونية. القاعدة القانونية شبهها بمثابة الدواء، لكن الدواء إذا فقد صلاحيته أو استعمل في غير مكانه فإنه سيأتي بنتائج عكسية فسيكون مميتا. ومن هنا أعطانا مثال آخر عن الأستاذ الاقتصادي الكبير الألماني شخت، الذي قام بوضع خطة اقتصادية لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أعتقد الأولى، لا أتذكر جيدا. لكن هذه الخطة بعد 20 سنة يعني ارتقت بألمانيا إلى أعلى وأعت الدرجات كما هي عليها الآن. أخذت نفس تلك الخطة وطبقت حرفيا وبدقة في أندونيسيا، فأدت إلى تقهقرها تقهقرا شديدا. لماذا؟ لأن القاعدة القانونية كما نعلم بأنها قاعدة سلوك اجتماعي، وبالتالي إن لم تؤخذ من سلوك المجتمع ومن واقعه، وإن لم يتبنها هذا المجتمع، فإنها ستؤدي إلى مآلات خطيرة. أستاذي المحترم، ألا تشاطرني الرأي إن قلنا بأنه كان من المفروض أن يكون عنوان الملتقى هو الطرق البديلة لتوقي أو تلافي النزاعات، الحقائق والتحديات، بدل أن نخوض في العلاج؟ لماذا لا نعود إلى الوقاية؟ فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. طبعا قد تكون النزاعات الدولية مفروضة علينا، ولكن النزاعات الداخلية ما أبسط أن نتلافاها لو نعود إلى واقعنا. شكرا جزيلا لكم وأستسمحكم عن الإطالة. وفكرتك بالفعل مجسدة في النص القرآني، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. الخوف من الشقاق نبادر إلى الصلح وإلى التحكيم. الآن أعود إلى حضرات السادة المتدخلين لتقديم أجوبة عن الاستفسارات المقدمة لكل واحد منهم، وأبتدئ باليمين من باب السنة تيامنوا. أستاذ تعويلت لكم الكلمة. شكرا أستاذتي الفضيلة. في الحقيقة هناك أسئلة جد مهمة ستمنح لنا الفرصة كمتدخلين لتقديم بعض التوضيحات وبعض الإضافات التي لم يسمح لنا الوقت بتقديمها. في الحقيقة أبدأ بسؤال آخر لطالبي العزيز والمجتهد، لماذا لم يسم الملتقى بالطرق البديلة لتوقي النزاعات؟ هو في الحقيقة في هذا المجال بالذات المصطلحات مهمة ومهمة ومهمة جدا. لماذا؟ لأن هذه الطرق هناك على الأقل 3 مصطلحات مستخدمة. هناك من يسميها الطرق البديلة لحل النزاعات، هناك من يسميها الطرق البديلة لتسوية النزاعات، هناك عفوا الخلافات، هناك من يسميها الطرق البديلة لتسوية
donc il y a les différends, il y a les litiges, les za'at, il y a les khilafat, les conflits. في هذا المجال إذا استعملنا مثلا مصطلح الطرق البديلة لتسوية الخلافات سندخل في إطار الخلافات بالمفهوم العام بما فيها النزاعات، لأن النزاع القانوني الملتقى هذا يخص النزاعات القانونية التي وصلت إلى حد قابل لعرضها للتسوية القضائية. في هذا المجال نخرج مثلا المفاوضات، هو طريق بديل لتسوية الخلافات لكن ليس طريق بديل لتسوية النزاعات، لأن الخلاف يمكن أن يكون لم يصل بعد إلى مرحلة النزاع. مثلا تكلموا على خلاف سياسي، خلاف بين الزوجين، ما كانش نزاع، هذا باش في المصطلح تاعي. دونك هذا المصطلح دقيق يخص النزاعات، لأن هو يحيلنا إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية. بالنسبة لمسألة سؤال مهم أيضا طرحه الأستاذ أطويف من المغرب الشقيق، فقلتها أننا بحاجة إلى إعادة نشر ثقافة الطرق البديلة، لأننا كنا عرفناها، إذن فيه انكسور، فيه ريبتور، لازم إعادة بعث الثقافة. عندما نتكلم عن الثقافة نتكلم على الجانب الشكلي التشريعي، نتكلم على جانب الممارسة، نتكلم على جانب نشر الثقافة، نشر الوعي بضرورة اللجوء إلى هذه الوسائل، لأنها وسائل تؤدي إلى عدالة متفاوض عليها وليست عدالة مفروضة، لأن العدالة المفروضة يقبلها من يكسب الدعوة ويرفضها من خسر الدعم. أعود في عجالة بالنسبة للنقاش اللي دار سأشرك نفسي في النقاش حول مسألة التحكيم كضمانة للاستثمارات ومسألة إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم. يجب أن نميز، معليش هو رأي، فيه نقاش، فيه ما فيه، ليس سؤال، هو مناقشة. إذا كان ممكن يجب أن نبيز، أن ندقق في مسألة التحكيم الاستثماري. التحكيم الاستثماري يا أستاذ معوش غير خاضع أصلا لرقابة القضاء الوطني، فهو ينفذ تلقائيا، لا يحتاج إلى صيغة تنفيذية وغير قابل لأي طريق من طرق طعن وفقا لاتفاقية واشنطن. دونك التحكيم الاستثماري هناك خصوصي. المشكلة يطرح بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، هذا يخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ويخضع لحالات البطلان. وشكرا. شكرا بالنسبة لسؤال الأستاذة حول طبيعة كيف الإجراء التحكيمي هذا المنصوص عليها، سواء بالنسبة لقطاع الغاز والكهرباء أو البورصة أو غيره. نعم، ليس هو إجراء تحكيمي بالمعنى الدقيق للكلمة للمصطلح، وإنما هو إجراء للفصل في المنازعات، لا يمكن تكييفه في أي نطاق من أو إجراء من الإجراءات اللي تكلمنا عليها، سواء تحكيم أو مصالحة. أو المشرع يطلق هذه المصطلحات ولكنه يعتبر إجراء للفصل في المنازعات، ليس فقط في الجزائر وإنما حتى في فرنسا، لأنه حتى الغرف اللي أنشأها المشرع الفرنسي على مستوى لجنة ضبط الطاقة أو الاتصالات أو البورصة هي لجان للسوق المالية، هي لجان للفصل، حتى يسميها لجان الفصل في النزاعات وتوقيع الجزاءات، ما يسميهاش غرف تحكيمية. وأيضا أنه القرار اللي يصدر عن هذه الغرف ليس حكما تحكيميا وإنما هو قرارا إداريا في إطار صلاحية الضبط الممنوحة لهذه السلطات. بالنسبة لسؤال الدكتور من المغرب، حسب ما فهمت أنه يتكلم على عيب الاختصاص، تقصد عيب الخروج عن الاختصاص، هو تحويل، هذه هي آلية الفصل في النزاعات منحها المشرع لهذه السلطات بدل القاضي، يعني خروج عن اختصاص القاضي.
ومش فقط في مجال الفصل في النزاعات، أيضا في مجال توقيع العقوبات الإدارية، اعتبره البعض أنه خروج عن حكم دستوري، عن نص دستوري اللي يمنح سلطة الفصل وتوقيع العقوبات للقضاء. ولكن المبررات اللي ذكرتها وغيرها في إطار ضبط القطاعات داخل الدولة، حتم على المشرع أنه يحول سلطة الفصل في نزاعات توقيع العقوبات إلى مثل هذه السلطات، وأيضا أنه هذا الاختصاص منح لها بموجب نص تشريعي وليس تنظيمي، وهذا يدخل في إطار ما يسمى بالتأهيل التشريعي، ولذلك لا يعتبر خروج عن مبدأ الاختصاص. شكرا. شكرا. كلمة الدكتورة تواتي. نعم، شكرا سيدتي الرئيسة. أنا عندي رد للزميلة الأستاذة بركات جورا، وللأسف الشديد شبونس كالي صورتي، قالت أن فيه نسيان أو إغفال من طرف المتداخلين لنقطة سلطان الإرادة في تحكيم الموجود في سلطات الضبط. فإذا ضمنيا فحنا ذكرنا هذه النقطة على أساس كي نقول أن المشرع الجزائري أنشأ غرف تحكيمية تتشكل من قضاة أو أعضاء إكسترا، دونك دليل على غياب أو تجريد الأطراف من إذن حرية اختيار المحكمين. هناك غرفة تفصل في النزاع تتشكل من رئيس إكسترا، دونك هنا طبعا الأطراف غائبة تماما في اختيار المحكمين. أكثر من ذلك، ففي مداخلتي قلت أن ما نقولوش حكم التحكيم وإنما قرار التحكيم. لماذا؟ لأن فيه غياب الصبغة التحكيمية الحقيقية المألوفة والموجودة في القانون الخاص، على بالنا أن فيه اختيار محكمين إكسترا لننتهي في الأخير إلى حكم التحكيم. كل هذه الأحكام غائبة تماما في سلطات الضبط المستقلة، وعليه فبالتالي نعم حبذا لو أن المشرع إذن يحذف تماما تسمية التحكيم، باسكو إذن كل الأحكام التي نورمالمون تكون في التحكيم غائبة في سلطات الضبط، فيأخذ إجراء إداري آخر وبتسمية أخرى. شكرا سيدتي الرئيسة. العفو، بوركتي الكلمة للدكتور فاضل عساوي، أستاذ عساوي محمد تفضل. شكرا. دونك بس خليتيني في الخاتمة، اسمحي لي بس نوضح مجموعة لذا أن متسع من الوقت. شكرا جزيلا. إذن أولا حبيت نرجع إلى تاريخ التحكيم. يعني في الدولة الإسلامية كان قبل الإسلام تحكيم ما يسمى بأزمة الحجر الأسود في قريش إذا كان ذكرها، فحكموا محمد بن عبد الله لأنه كان لم يرسل بعد، وهو الذي وضع الرداء الذي وضع فيه الحجر الأسود، وكل واحد من القبيلة يرفع وحل المشكل، وهو كان المحكم الفرد بطريقة المحكم الفرد. قضية في معركة صفين الهيئة التحكيم شكلت من شخصين، عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري بين علي ومعاوية، وكانت هيئة التحكيم فصلت في نزاع مسلح في ذلك الزمن. ثم بالنسبة لتحكيم الاستثمار ظهر وتطور خاصة مع ظهور البترول في المنطقة العربية، وكانت بدايات التحكيم في هذا المجال. وهنا نطرح إشكال، لأنه تحكيم الاستثمار هل بالضرورة ينتمي إلى تحكيم التجاري الدولي؟ فيه جدل في هذا الباب، هل تحكيم الاستثمار هو من التحكيم التجاري الدولي؟ ما ندخلش في هذا الجدل، وإنما أقول في البدايات كانت هناك مآسي في التحكيم بالنسبة لدول العالم الثالث. قضية شيخ أبو ظبي المسمى بالشيخ شخبوط، ربما تكونوا درستوا على الشيخ شخبوط، أنه كان برم عقد مع شركة أمريكية للتنقيب على البترول، ثم جاء شركة أخرى وعطلها الجرف القاري، فرفعت دعوة تحكيمية بمحكم واحد وهو محكم إنجليزي. القانون الواجب التطبيق هو قانون الإمارات أو إمارة دبي، من المفروض أن يطبق، عفوا أبو ظبي، من المفروض أن يطبق قانون أبي ظبي. ماذا قال المحكم؟ قال بأن الشيخ يحكم بمبادئ الإسلام والقرآن، إحنا ننقل القرآن الكريم، وقال بمبادئ القرآن، ولم أجد في القرآن نظاما اقتصاديا وقانونا يمكن تطبيقه، لذلك أستبعده وأطبق نظام الدول المتمدنة أو الدول المتحضرة، البند الذي جاء في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وبالتالي ماذا طبق؟ النزاع بين أمريكا والإمارات، وطبق القانون الإنجليزي وأعطى الحق بطبيعة الحال إلى الشركة الأمريكية. كذلك في قضية شيخ قطر،
في قضية تكساكو مع ليبيا، ليبيا رفضت أن تعين محكم على أساس أن القضية لا تدخل في نطاق التحكيم، فحكم المحكم ضد ليبيا رغم عدم حضور أي محكم يمثل ليبيا في ذلك الوقت. إذن كانت في البداية مآسي وكما نقولوا احنا كانوا يحقرونا، لكن في هذه الفترة الآن في التطور أصبحنا احنا اللي نحقر رواحنا. كيف ذلك؟ الآن هناك مؤسسات دولية، مركز دولي لسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعاية الدول الأخرى، غرفة التجارة الدولية بباريس، غرفة التجارة في ستوكهولم، مركز القاهرة الدولي، الجمعية الأمريكية للتحكيم. إذن هناك عدة مراكز ومؤسسات لها نظامها الداخلي ولها قانونها الأساسي، وبالتالي أصبح الإشكال أين يقع؟ يقع في العقد الأصلي وليس في التحكيم. عندما يبرم عقد لإنجاز مثلا أي مشروع يضمنونه بندا، هذا البند يؤدي عندما نذهب إلى التحكيم إلى خسارة القضية التحكيمية. أقول مثلا أن الجزائر دفعت 4 مليار دولار لديك تشيني أو ما يسمى في قضية أناداركو اللي هي باش يروح للتحكيم باش يوقف قضية التحكيم، أخذ 4 مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا. قرأت في أحد المقالات أن مصر تخسر 76 قضية تحكيم من بين 78 قضية تحكيم. هنا كذلك تلاحظوا الخسائر الفادحة اللي رأي في التحكيم. المهم إذا تطرقنا إلى خسائر التحكيم في دول العالم الثالث وعلى رأسها الجزائر، هناك قضايا خطيرة جدا. هناك قضية ربما ما على بالكم شوية، قضية أوناد هينكل اللي رحت للتحكيم الدولي في غرفة التجارة الدولية وخسرت الجزائر. يعني أوناد استولت على مؤسسات موجودة في الجزائر 100%، رغم أن القانون الجزائري ينص على مبدأ 49 و 51. إذن خسائر كبيرة. وبالتالي السؤال يطرحه الأستاذ حمودي اللي أدى إلى جدل كبير في القاعة، أصبحت الدولة هي في موقف الضعف وليس في موقف القوة، بمعنى أنه أصبح ما يسمى بالتحكيم بدون اتفاق. ما هو التحكيم بدون اتفاق؟ إذا لم يكن هناك في العقد بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار لا يوجد بوند للتحكيم، يمكن وأعتقد ابتداء من سنة 1997 CRD أصبحت تقبل مثل هذه الدعاوى، يمكنه أن يستند إلى اتفاقية ثنائية بين دولته والدولة المضيفة للاستثمار، ويمكن أن يستند حتى على بند في قانون تلك الدولة. نذكر مثلا على سبيل المثال المادة 17 من الأمر رقم 0103 المتعلق بالاستثمار في الجزائر. المادة 17 تشير إلى أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات بين المستثمر والجزائر. هنا يستند لك على هذا لأنه يعتبره على أساس إيجاد من الدولة، وعندما يطلب المستثمر التحكيم فهو قبول من طرفه. والإشكالية المطروحة، هل يمكن للدولة أن تلجأ إلى التحكيم ضد المستثمر إذا لم يوجد بوند في هذا الاتفاق؟ غير ممكن، لأن المستثمر ليست له علاقة في العقد الذي في الاتفاقية التي أبرمتها دولته. إذن الدولة هي التي أصبحت في موقف الضعف وليس المستثمر، بل أقول بأن التحكيم أصبح وسيلة للابتزاز وليس وسيلة لجذب الاستثمار للتحفيز. أصبح وسيلة للابتزاز، بدليل يقدر يجي عندك، أنا ما سمحي لي أستاذ معلش راني نوضح أمور، يجي لك في قضية موجودة احنا عندنا في ولاية البويرة، قضية سد كدية أسردون ضد مع شركة إيطالية. ماذا حدث؟ جاو يبنيو لنا جسر، جاب زوج براود، جاب برويطة وبالا وزوج قناطر سيبان. هذا لا يعتبر عبارة، هذا هل يدخل هذا في إطار عقد استثماري؟ احنا يدخل في إطار الصفقات العمومية. ولم يمر على لوندي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ما مرش عليها، لكن عندما ذهبوا إلى تحكيم واشنطن هيئة التحكيم اعتبرته استثمارا وحكمت فيه على أساس أنه عقد استثماري. فلاحظوا كيف تحولت صفقة عمومية إلى عقد استثماري. إذن خلاصة القول أقول أنه في هذه الفترة أصبحت الشركات العملاقة تستعمل التحكيم للاستيلاء على أموال الدول. وأعطي مثال ربما إذا تقلقت الأستاذة نعطي مثال فقط، أنه في قضية بين دولة قطر وقضية كريتون، القضاء الفرنسي أمر بالتنفيذ على أحكام على أموال سيادية تابعة لسفارة قطر في فرنسا، ووصلت القضية إلى محكمة النقض الفرنسية التي أوقفت هذا التنفيذ، وإلا كان نفذ على أموال السفارة. في قضية نوغا مع الاتحاد الروسي نفس الشيء. إذن التحكيم كذلك بالنسبة للتنفيذ على المشكلة اللي قلته اللي طرحته أنا، لا يأتي إلى الجزائر لينفذ الحكم، يذهب إلى إسبانيا إلى فرنسا، أينما تملك الدولة أموالا يذهب للتنفيذ عليه. فعندئذ إذا رفضت الجزائر تعطي له صيغة تنفيذية يروح ينفذ في إسبانيا، ينفذ في الكونغو، في أي دولة
ويأخذ أمواله، وتبقى دائما دول العالم الثالث هي الدول الخاسرة في التحكيم. دونك يعني شكرا جزيلا في أفكار كثيرة في هذا الباب. أعتذر عن مقاطعتكم جميعا، شكرا لجميع المتدخلين على ما جدت به قرائحهم وما خططه أيمانهم، شكرا على هذا التفصيل وهذا الإثراء، شكرا للحضور الكريم الذي ازدانت به القاعة وأثرى أيضا وأسئلتهم دليل على التفاعل مع الأساتذة المتدخلين. أفوض استكمال الجلسة اللاحقة للأستاذ الذي يترأس الجلسة، ما أدري من هو، رئيس اللجنة العلمية الدكتور خلفي، لمن أفوض الأمر لاحقا فليتفضل مشكورا. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استراحة؟ إذن اللجنة المنظمة تقول بأن هناك استراحة قبل أن نستأنف الجلسات العلمية.